second attempts coming up. أول سباق على المضمار 400 متر لدى الرجال. الحارة رقم 8 ويمثل قطر فائز ببطولة آسيا 400 متر 4 مرات محمد موسى عبد الرحمن. فارس جلاسي. الحارة رقم 6 ويمثل المملكة العربية السعودية بطل آسيا للشباب إبراهيم محمد صالح. الحارة رقم 5 ويمثل تونس فائز بالميدالية الفضية في الألعاب الآسيوية رامي بلطي. في الحارة رقم 4 ويمثل زامبيا كينيدي لوتشيمبي. أصغر المشاركين في الحارة الثالثة ويمثل قطر 17 سنة عبد المجيد مهاجير. أصغر مشارك أيضا ويمثل قطر في الحارة رقم 2 حسين إبراهيم إيساكا. المشاركون في سباق 400 متر رجال. انطلاقة موفقة وأول سباق باتجاه الخط النهائي وإحراز أول ألقاب هذه الأمسية. انطلاقة موفقة نتابع هنا في الحارة رقم 3. هناك أيضا انطلاقة أخرى من الحارة الداخلية صراع على أشدي بين كل من كينيدي عبد الرحمن بلطي إبراهيم الحيني إبراهيم كذلك جلاسي وسرعة كبيرة ودخول الخط المستقيم بعد قليل المئة متر الأخيرة. من سيفوز؟ دخول هنا في الحارة رقم 4 وصراع الأشودي كينيدي لوتشيمبي من زامبيا يتقدم المتنافسين. السرعة النهائية يحرز المركز الأول أول المتفوقين في سباق 400 متر. الإنجاز المسجل 46.29 من طرف الفائز بالمركز الأول الزامبي كينيدي لوتشيمبي محرز المركز الأول في سباق 400 متر ب.
النتيجة المسجلة كينيدي لوتشامبي في المركز الأول ب 46-29، الثاني محمد فارس المدمار 800 متر بلد الرجال 13 مشاركا في هذا السباق. أبرز المشاركين على الفصول في الحلقة الثالثة مصطفى إسماعيل مرتين شارك في نهائي بطولة العالم من المغرب، وأيضا في الحلقة رقم واحد بلا مصعب عبد الرحمن مرتين بطل آسيا ويمثل قطر.
74. That leaves six women as the bar moves up to 484. Thank you.
five rounds of competition from the United States, Val Almond. The second best thrower on the day will be Andy Perez. And stepping into the ring, currently in third, Sandra Perkovic. Remember, the best throw of this final sixth round will be your champion. Ja, die will nicht zurückgehen. Yeah.
Thank you.